بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم حصاد الأهلي. النهاردة معنا أخبار النادي الأهلي ورجوعه للتمرين، أيضا إطلالة عالمية على كل ما جرى في تصفيات المؤهلة لدور أبطال أوروبا الشامبيونز ليج، وأيضا معنا خبر عن نجمنا رمضان صبحي في كأس الرابطة الإنجليزي. ولكن في البداية لازم في بعض الحاجات بنتوقف عندها. يعني لما يجي واحد احد زملائنا هنا الكابتن عبد الحميد حسن اطلق عليه الخليل كوميدي، هو صراحه اصاب جدا على موضوع الخليل كوميدي. هو اصلا مش فاهم في السياسه وبيطلع يتكلم في السياسه وعادي، كل في فتره كده هوجة كله بقى اي حد بيطلع يتكلم في السياسه وخلاص، ومحدش بيطيقه، محدش بي 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 يعني حتى بيتابعه. ما هو باين قوي ان هو شخصيه فيك، وباين قوي ان هو مش فاهم. طب انت خليك في اللي انت بتحاول تفهم فيه، تكلمش في الرياضه. تكلم في الرياضه ليه؟ ومناسبه ايه بتطلع تتكلم على نادي زي النادي الاهلي؟ وانت اكتر حاجه تعرفها عن النادي الاهلي حتى بس هي ممكن تكون اخرك ان هو بيلبس احمر. ما تعرفش اصلا تشكيله عامل ازاي، ولا بيتعامل ازاي، ولا ازاي بيعمل استراتيجياته وبيبني افكاره والكلام ده كله، بياخد خطواته ازاي. وبعدين لما تطلع يعني تقطع في نادي واخد دوري وكاس، واخد البطولات دي كلها، طب يا اخي يعني خلي عندك اي مصداقيه ومرجعيه تتكلم بيها. تتكلم على انهي اساس؟ يعني الكلام كتر، ولا انت فاهم في اللوائح، ولا انت فاهم في القوانين، ولا انت فاهم في الرياضه، ولا انت فاهم في السياسه حتى. الواحد ما بيحبش يتكلم على الناس، لكن للاسف الموضوع بقى اوفر قوي، وزهقنا وتعبنا وطهقنا من كتر ما احنا عمالين نرد على ناس المفروض اصلا حتى ما نحطهاش في جمله مفيده، ولكن الاهلي اكبر من حد زيك يتكلم عليه. نخش بقى على اخبار التدريب للنادي الاهلي، نخش بقى الكلام المهم، الكلام بقى اللي ايه، نتكلم بقى على دوري ابطال افريقيا وسعادات نادي ما شاء الله واخد ثنائيه وبيستعد ليه دوري ابطال افريقيا. نادي الاهلي وجهازه الفني بقياده كابتن حسام البدري قرر اقامه الفريق اليوم الخميس على فترتين، واحده صباحيه واحده مسائيه، وفقا للبرنامج البدني والفني اللي وضعه الجهاز. كابتن احمد ايوب المدرب العام للفريق قال الفتره الاولى هتنطلق في 9 صباحا، بينما ستكون الثانيه في 5:30 مساء. وكان الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحه من المران لمده اسبوع بعد تتويج بطوله كاس مصر. ده امر مهم جدا. كابتن حسام البدري وضع برنامج تدريبي وتاهيلي مع الكابتن انيس الشعلالي، وبيأديه دلوقتي كابتن ابو العيلة. معانا الناقد الحسامي، الناقد الرياضي حسام نور. مساء الخير يا فندم. مساء النور استاذ محمد على حضرتك وعلى كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. عايزين نعرف منك اخر اخبار تمرين النادي الاهلي. تدريب النادي الاهلي كان في تدريب الاربع اخر النهار، كان بدايه الاستعداد لمباراه الترجي التونسي. خلاص الفرقه رجعت من اسبوع راحه بعد مباراه نهائي الكاس. اللاعبين طبعا كانوا واخدين راحه سلبيه باستثناء سعد الدين سمير وكريم ندفد ومروان محسن اللي كانوا بينفذوا البرنامج البدني والتاهيلي بتاعهم. فالبرنامج بدا النهارده يا استاذ محمد الاستعداد لمباراه الترجي من خلال مران بدني. عدد اللاعبين ما كانش كتير لان كلنا عارفين النادي الاهلي عنده مجموعه كبيره جدا من اللاعبين بيشكلوا القوام الرئيسي للمنتخب الوطني اللي بيستعد لمباراتي اوغندا في تصفيات كاس العالم. كان مران بدني بدايه الاستعداد، من بكره الصبح ان شاء الله هيكون او من النهارده الصبح هيكون التدريب على فترتين. الفتره الاولى الساعه 9 الصبح ان شاء الله هتكون معظمها نواحي بدنيه للارتقاء بالمستوى البدني للاعبين، بالاضافه انه كان في قياس لمستوى او نسبه الدهون في الجسم بعد فتره الراحه ديت، عشان طبعا الوصول بالجميع لافضل مستوى من اللياقه قبل مباراه الترجي. المران الثاني اللي هيكون مسائي غالبا هيكون في اداء فني، هيكون في محاضره مع اللاعبين طبعا للتركيز على النواحي النفسيه والاعداد النفسي والمعنوي كويس جدا لمواجهه الترجي، لان كلنا عارفين يعني المواجهه دي تعتبر نهائي مبكر، وعلى حد قول معظم اللاعبه في الفرقه انه الفوز بيها بيضمن نسبه من 70 لـ80% التتويج بالبطوله ان شاء الله. هيكون في طبعا محاضرات فيديو لشرح المنافس من خلال نقاط القوه والضعف اللي فيه. الجهاز الفني برضه حاليا بينتظر تقرير فيديو او احصائيات عن اداء كل لاعب في الترجي التونسي والطريقه الافضل لمواجهته، وبالتالي بعد كده يتم تكليف كل لاعب في النادي الاهلي بمتابعه الفيديوهات دي ومعرفه المطلوب منه في المباراه ان شاء الله. بالاضافه لكده كان احمد حمدي لاعب النادي الاهلي كان تلقى عرض من التنفيذ الايطالي. العرض طب انا بس قبل ما نخش في موضوع احمد حمدي، هل شارك في المران كل اللعيبه والصفقات الجديده؟ النهارده التدريب ما كانش فيه شغل كتير قوي، كان معظمه بدني، لكن الصفقات الجديده اوريدي بتشارك. المجموعه اللي انضمت في الفتره الاخيره زي ايمن اشرف، وكان قبله
هشام محمد واسلام محارب ووليد ازار وكل المجموعه موجوده، حتى يمكن الوحيد اللي كان غايب النهارده عماد متعب لظروف خاصه، جونيور اي برضه عشان الناس ما تروحش بعيد زي ما انت عارف برضه استاذ محمد الحاجات اللي بتتم تالفها كتير يعني، واخد راحه. زياد الفني مد الراحه بتاعته لمده 72 ساعه لانه لسه الوقت بدري جدا على فتره الاعداد، وكمان احنا لسه عندنا تجمع المنتخب هيبدا الاستعداد الرسمي او الاستعداد بشكل اكبر يعني زي ما بيقولوا الاستعداد الحقيقي مع عوده اللعيبه الدوليين، لان انت عندك مجموعه كبيره جدا من اللعيبه اللي هم القوام الاساسي للفرقه موجودين مع المنتخب الوطني، وبالتالي انت حتى فتره الفتره دي ممكن ما تقدرش تستفيد منها بشكل كافي جدا. لكن على كل حال هيكون في مباراه وديه مع فريق النصر خلال الايام الجايه، من خلالها هيتم الجهاز الفني تجهيز اللاعبين اللي ما كانوش بيشاركوا في الفتره الاخيره. طيب هل في حاجات غير النواحي البدنيه تم التركيز عليها مع الكابتن احمد ايوب، خاصه الكابتن حسام البدري في اجازه وقادم، هل في بعض النقاط المهمه اللي كان بيركز عليها كابتن احمد ايوب النهارده مع اللعيبه؟ هو بس يا استاذ محمد زي ما انت عارف ان لما بتبقى راجع من فتره راحه طويله شويه بيبقى التركيز معظمه على النواحي البدنيه، بيبقى في توجيهات للعيبه ان انت ازاي تتدرج بالحمل البدني عشان ما يحصلش اي اصابه نتيجه يعني الحماس في التدريب بعد فتره من الراحه، اللي هيتم التدرج بشكل متدرج يعني في التدريبات البدنيه خلال الايام الجايه. طبعا الكابتن احمد ايوب متواصل بشكل شبه يعني لحظي مع الكابتن حسام البدري اللي موجود بيقضي اجازته في كندا لحين عودته من فتره الاجازه، هو ان شاء الله هيكون موجود في مران الفريق يوم الجمعه ان شاء الله، هيقود تدريبات الفريق بشكل طبيعي. بعد كده هيبدا الجهاز الفني لما تكتمل عناصر الفريق اللعيبه الدوليين هيكون في محاضرات اكتر، وهيكون في اعداد نفسيه مع اللاعبين للتركيز بشكل اكبر بحيث انه ما يكونش في اي حاجه تتساب قبل مباراه الترجي من غير ما يتم دراستها ووضع خبره فيها. ناقدنا الرياضي حسام نور الدين، ناقد راديو بجريده الصباح، بنشكرك شكرا جزيلا، توضيح لما حدث في تدريب اليوم من قبل النادي الاهلي والجهاز الفني. هروح لحضرتكم للخبر الثاني اللي انا كنت بتكلم فيه، هو كان اشار اليه الاستاذ حسام في الوزن والقياسات. كنت قلت لحضرتكم امبارح سواء في استاد الاهلي او في الحصاد، بدايه الموسم دايما بيبقى فيها الرجوع الى الارقام، الارقام ما بتكذبش. فهي قصة مش قصة دهون فقط، لا ده بيبقى فيه قياسات للكتلة العضلية، بيبقى فيه قياسات لمعدل المية في داخل الجسم، بيبقى فيه قياسات لحرق الأملاح، حاجات كتير جدا، بيبقى بنود كتير جدا بتتضاف داخل هذه القياسات عشان يتم وضع البرنامج الأمثل من الناحية البدنية والغذائية. ونحط بقى كمان الغذائية هنا كذا خط، لأن النادي الأهلي الوحيد اللي في مصر زي ما قلت لحضراتكم عنده أخصائي تغذية وهو الدكتور هاني، وده موجود في كل الانديه الكبيره في العالم، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، برشلونه، ريال مدريد، مانشستر يونايتد، اليوفي وميلان في ايطاليا، كل دول عندهم اخصائي تغذيه ماشي بنفس المنوال مع المدير الفني ومع اخصائي الاحمال البدنيه او الفيزيكال فيتنس كوتش زي انيس الشعلالي، دول ماشيين في خط متوازي مع بعض، لان القصه والعباره عن هي دراسات علميه، الكره اصبحت علم، اصبحت دراسه، ما بقاش الموضوع ماشي على الفقاقة والفهلوة زي ما احنا متعودين هنا في مصر، وزي ما قلت لحضرتك ده حتى في ناس ما لهاش علاقة بالرياضة بقت بتتكلم في الرياضة وبتتكلم في وعاملة نفسها فهلوية، ولكن الفهلوة ما بتأديش إلى شيء. عموما النادي الأهلي عشان هو ماشي بالاحترافية فبيتم هذه القياسات، بتدي أرقام، الأرقام دي بتدي المؤشر اللي هيضع عليه الكابتن حسام البدري ومعاونوه كابتن احمد ايوب، كابتن سيد معوض، والكابتن شعلالي، وايضا دكتور هاني، الخطه اللي في المرحله المقبله عشان النادي الاهلي يكون جاهز بنسبه 100% قبل لقاء الترجي يوم 16 سبتمبر المقبل باذن الله، ونتمنى له التوفيق. النادي الاهلي قرر يخوض مباراه وديه امام دايندي النصر يوم 30 اغسطس، كابتن حسام البدري قرر ان هو يعمل لقاء ودي امام نادي النصر يوم 30 اغسطس في استعدادا للموسم الجديد، كابتن احمد ايوب قال ان الجهاز الفني قرر ايضا خوض مباراه وديه اخرى امام احد انديه الدوري الممتاز يوم 4 او 5 سبتمبر، وكان الفرقه استأنفت التمرين زي ما قلنا لحضراتكم. هنا الموضوع بيبقى مهم ان بدايه ماتشات الوديه تبقى مع فريق مش صعب، دايما كده اول لقاء ودي
ما ينفعش يبقى صعب، ما ينفعش يبقى في معدل وجري قوي، معدل تدخلات قوي، فبيبقى مع فرقه من الفرق اللي تديك راحه ان انت تقدر تشتغل الشغل الفني اللي انت عايز تستفاد بيه. الحمل بتاعك ما يبقاش صعب، لان دائما انت بتاخد الماتشات الوديه تدريجيا، يعني من السهل الى الصعب. حتى كل حاجه في التمرين، اي تمرين انت بتاديها في كره القدم بتاخدها من السهل الى الصعب، from easy to complex، عشان تتفادى حاجات كتير قوي من المشاكل، ابرزها الاصابات والمشاكل الفنيه اللي ممكن تجي لك داخل الفريق. ولكن الماتشات الوديه بتبرز لك السلبيات، بتبرز لك بعض الاخطاء اللي بتصلحها، ومش مهم زي ما حصل في البطوله العربيه ان انا اغلط بعض من الاخطاء واجي في الرسمي زي ما حصل في كاس مصر وافوز بالبطوله، وهو ده المردود اللي بلعب من اساسه الماتشات الوديه. عايز عندي لعيبه جديده عايز ادخلها في الاجواء بشكل اكبر، وهو ده الهدف الرئيسي من الماتشات الوديه. كابتن حسام البدري هيقود مرادنا يوم الجمعه باذن الله بعد عودته من الاجازه. كابتن حسام البدري كان خد راحه قصيره هو ايضا لقضاء العطله مع اسرته، وسيعود ليقود تمرينات النادي الاهلي يوم الجمعه باذن الله. ايضا كابتن سعد عبد الحفيظ هيكون موجود في المران بعد عودته من المانيا، كان بياخد عليه فحوصات طبيه، بنتمنى له كل السلامه. كابتن سعد عبد الحفيظ صالح نشاط داخل الجهاز الاداري للنادي الاهلي، وايضا عوده كابتن حسام البدري هتدي تركيز اكبر داخل المعسكر. لسه بقول لحضراتكم يوم 16 سبتمبر رويدا رويدا، النادي الاهلي بيخش في اجواء دوري ابطال افريقيا ودور الثمانيه، ان شاء الله يكون موفق في اللقاء المقبل. النيجيري الحريف جونيور اجايي يعود من نيجيريا، ووليد ازارو بيسافر المغرب يوم السبت. جونيور اجايي لعيب الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي، والنجم الموهوب الحريف اللي خلاص ابتدى الكابتن حسام البدري والجمهور يتعلقوا باهدافه وبمهاراته الجميله. الهدف اللي قدام حضراتكم ده من احلى اهداف الموسم، بيوري لك كل حاجه موجوده في جونيور اجايي. لعيب كان حصل على اجازه من الجهاز الفني من اجل التواجد مع اسرته في نيجيريا خلال فتره الراحه، وهيرجع ان شاء الله غدا من نيجيريا ويكون موجود في التدريبات عشان يستعد للقاء الترجي. وليد ازارو هياخد ايضا راحه ويسافر المغرب يوم السبت المقبل، ده مش راحه، ده رايح للمنتخب المغربي عشان يبتدي معسكره لمواجهه مالي يوم 1 سبتمبر المقبل في التصفيات المؤهله لكاس العالم بروسيا، زي ما معسكر منتخب مصر لسه هنتكلم عليه واستعداداته للقاء اوغندا. اللعيبه الدوليين بتفرق، لما يكون عندك لعيب زي ازارو بالقيمه الدوليه بيدي لك دفعه قويه جدا فنيه داخل الفريق، لان انت ما شاء الله النادي الاهلي صفقاته من الاجانب بتبقى كلها لعيبه دوليه، وده اللي بان ان دلوقتي اللعيبه بتسيب النادي الاهلي عشان تروح معسكر منتخباتها لتصفيات المؤهله لكاس العالم 2018 في روسيا. مهندس محمود طاهر والسيد مهند مجدي بيتفقدا ويتابعان اعمال التطوير في صاله الكاراتيه، وايضا كانوا بيتابعوا اخر اجراءات النادي الاهلي واستعداده للجمعيه العموميه يوم الجمعه والسبت المقبل باذن الله. عمل جوله تفقديه داخل مقر النادي بالجزيره مساء امس الاربع لمتابعه اعمال التطوير والانشاء داخل المقر، ورافق المهندس محمود طاهر الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الاداره وسياده اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي. وفي خلال هذه الجوله حرصوا على تفقد صاله الكاراتيه لمتابعه اعمال التطوير، ووجه رئيس النادي الاهلي بالقيام داخل اللي وجه رئيس النادي الاهلي بالقيام بها داخل الصاله من اجل تقديم خدمه جيده جدا لنجوم ابطال الكاراتيه اللي حصدوا العديد من البطولات هذا الموسم، وايضا تابع استعدادات اخر استعدادات النادي لاستقبال الجمعيه العموميه اللي ان شاء الله يوم الجمعه هنعدي باذن الله النصاب اللي حدده اللجنه الاولمبيه ال 12500 نعديها باذن الله في يوم الجمعه.
نروح لخبر حلو. نادي الاهلي بيتلقى عرض رسمي من نادي اودينيزي الايطالي لاستعاره احمد حمدي. الكابتن عصام سراج مدير التعاقدات بالنادي الاهلي اكد ان نادي اودينيزي الايطالي ارسل عرضا رسميا للنادي الاهلي من اجل استعاره احمد حمدي لمده موسم واحد، وقال ان العرض هيتم رفعه لمجلس الاداره ليتم البت فيه ودراسته. كان احمد حمدي كان راح لاودينيزي لفتره معايشه او ترايل عشان يشوفه. وهنا عايز افكر حضراتكم طبيعه نادي اودينيزي. نادي اودينيزي هو مدينه اودنا في ايطاليا، ما هياش من المدن الكبيره، هي مدن الى حد ما ممكن تحس ان هي يعني ريفيه الى حد ما، ولكن نادي اودينيزي بطبعه هو نادي اكتشاف النجوم. هقول لحضراتكم مين النجوم اللي اكتشفها نادي اودينيزي. على سبيل المثال الكسيس سانشيز كان بدايته مع نادي اودينيزي، ثم انتقل من اودينيزي الى برشلونه، من برشلونه بقى ابتدت توهج الكسيس سانشيز، واحد من ابرز نجوم العالم، النجم التشيلي اللي كان بيلعب في صفوف نادي اودينيزي. ايضا كان عندهم لاعب كولومبي جميل جدا اسمه موريال، وانتقل من اودينيزي للعديد من الانديه الايطاليه اخرهم نادي سامدوريا الايطالي. احمد حمدي عنده فرصه، لان حتى حازم امام النجم الكبير المصري طبعا لما انتقل من نادي الزمالك لنادي اودينيزي جات له فرص وراح هولندا حتى على سبيل الاعاره لنادي جرابشاب، وهو موجود في اودينيزي جاله اوفر وجاله عرض كان مغري جدا من نادي اياكس امستردام. في هذه الفتره كان عندهم لعيب اسمه ليتمنن، واللاعب ده كان فنلندي وكان بيلعب في مركز حازم امام، وكان ماشي وجابوا مكانه مكان حازم امام هذا اللاعب. طبعا حازم امام في هذه الفتره لو ما كانش في اودينيزي ما كانش هيجيله هذه العروض. هو نادي من الانديه اللي مكتشفه للنجوم، عندهم مدير فني اسمه لويجي دالنياري، هو مدير فني ايطالي، ولما شاف احمد حمدي الصراحه يعني اعجب بمستواه، والدليل ان في عرض رسمي من نادي اودينيزي عشان يستعير لاعب احمد حمدي لمده موسم واحد. وهنا بتيجي الاعاره لاسباب كتير جدا. اولا عشان موضوع اول مشاكل او اول مشكله بتصيب اي محترف مصري بيلعب في الخارج هي موضوع الهومسيك او الحنين الى العوده الى الداخل، لان الاجواء الاوروبيه في المعيشه الاحترافيه صعبه، ما هي سهله. التزام شديد جدا في المواعيد، نوم بدري جدا، صحيان بدري جدا، وطحن بقى طحن على ودنه في التمارين، وما فيش جو الاسري اللي بيعوض عليك. انت هنا طبعا في النادي الاهلي بتعيش نفس الاجواء، في تمرين الصبح وفي تمرين بعد الظهر وفي شغل جامد، ولكن الاجواء الاسريه بتدي لك دفعه معنويه كبيره، ولكن في اوروبا ما فيش الكلام ده. بعد المغرب بعد ما الشمس بتغيب الدنيا كلها بتقف، خلاص الحياه بتتوقف، فبيبقى موضوع الهومسك او اول مشاكل الحنين الى العوده. ايضا التاقلم على اجواء التكتيكيه، اجواء الدوري الايطالي، الدوري الايطالي ما هوش دوري سهل، عندنا نجوم تألقت فيه زي محمد صلاح واستطاع انه يعود مره ثانيه لبوابه الدوري الانجليزي عبر الدوري الايطالي، ولكن الموضوع من اوله بيبقى محتاج بعض المجهود الشاق، بيحتاج بعض من التأقلم على الاجواء هناك، وده اللي اتمنى له طبعا احمد حمدي. اضافه كبيره جدا هيبقى لمنتخبات الشباب والاولمبي في حاله تألقه مع نادي اودينيزي الايطالي عشان يكون اضافه للمنتخب الوطني. ونروح للمنتخب الوطني اللي اختتم معسكره المفتوح بمشروع الهدف بمدينه 6 اكتوبر، استمر 3 ايام استعدادا لمباراه اوغندا في التصفيات المؤهله لكاس العالم 2018. الحلم الكبير، الحلم الكبير تاهل لكاس العالم 2018 بعد ما بقالنا داخلين في اكثر من كام سنه، 28 سنه دلوقتي من كاس عالم 90 حتى الان لم نذهب الى كاس العالم. الجهاز الفني الارجنتيني بقياده هيكتور كوبر فضل اقامه المران امس صباحا حتى يتيح الفرصه للاعبين بالتواجد مع اسرهم قبل الانتقال اليوم الى مدينه برج العرب في الاسكندريه لاقامه المعسكر المغلق حتى موعد السفر الى كامبالا في اوغندا يوم 29 اغسطس الجاري للعبه مع المنتخب الاوغندي يوم 31 اغسطس في المونديال. منتخب مصر في اخر لقاءاته مع اوغندا كان في كاس الامم الافريقيه، هفكر حضراتكم عبد الله السعيد كان بديل ونزل وسجل هدف الفوز على المنتخب الاوغندي. ده مش هو المقياس، وبرده في اقاويل ابتدت تنتشر بسرعه ان عشان منتخب اوغندا غير المدرب فده معناه ان هم يبقوا سهلين، الكلام ده غير صحيح.
المدير الفني الاجنبي والارجنتيني المنتخب مصر عارف الكلام ده كويس قوي، هيذاكر اوغندا كويس قوي. لعبتنا ما شاء الله المحترفين على اعلى مستوى من ناحية الفنيه. ايضا عندنا لعبتنا اللي قادمه من الانديه المحليه، ابرزهم طبعا نادينا نادي الاهلي، برضو جايين منتشيين بالدوري والكاس. فما شاء الله الحاله الفنيه بتتيح لهكتور كوبر ان شاء الله منتخب مصر يقدم مباراه قويه امام اوغندا. 3 نقاط هتبقى بمثابه اكسير او تذكره، نص تذكره العبور ان شاء الله ناخدها من كامبالا في اوغندا يوم 31 اغسطس المقبل في المونديال. أكمل كلامي بقى عن محترفينا المصريين، ولكن هذه المرة من ليفربول. ليفربول أمام أوفنهايم الألماني في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا الشامبيونز ليج، البطولة الأقوى في العالم. محمد صلاح يتألق ويقود ليفربول لاكتساح أوفنهايم برباعية. صراحة 4-2 ماتش من الماتشات اللي جميلة جدا، اللي محمد صلاح صراحة أدى لقاء قوي جدا. افتتح إمري تشان هذا اللاعب الألماني التركي الأصل في الدقيقة 11، ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 19 من متابعة جيدة جدا قبل أن يضيف إمري تشان الهدف الثاني له في تاريخه. وهنا بقى اللقطة دي أهم لقطة تبين لك مدى مستوى ومكانة محمد صلاح في ليفربول. اللي حضنه ده يورجن كلوب مدير الفني الألماني، واحد من أكبر وأبرز المديرين الفنيين في العالم. وعندك لعيب مصري جاي بصفقة الأكبر في تاريخ نادي ليفربول، عليه ضغوط كبيرة جدا من قبل الإعلام، من قبل الجماهير في ليفربول، من قبل الجميع حتى هنا في مصر، لأنه أكبر وأقوى صفقة مادية في تاريخ نادي ليفربول. محمد صلاح كان في الماتشات الودية تألقه فيه حط عليه ضغوطات زيادة. أول لقاء في الدوري الإنجليزي أمام واتفورد سجل، وده أمر مهم جدا. الماتش الثاني حتى أمام كريستال بالاس كان بديلا، لأن كان لعب ماتش أوفنهايم الأولاني اللي كان تفوق فيه فريق ليفربول 2-1، يعني يورجن كلوب فضل إراحته. أول ما نزل ليفربول كسب كريستال بالاس بهدف مقابل لا شيء. في هذا اللقاء محمد صلاح ابتدى، محمد صلاح كان تكتيكيا على أعلى مستوى، سجل هدف كان عنده أفضل من كده بكتير، وهو لا زال عنده أفضل من كده بكتير، ولكن الحضن بتاع يورجن كلوب اللي حضنه لصلاح يبين لك مدى قيمة هذا اللاعب. اللاعب الوحيد اللي جرى عليه وحضنه هو محمد صلاح بعد هذا اللقاء، فرق كتير جدا. وهذه السجدة اللي ما شاء الله متعودين عليها وابتدينا نشوفها في ملاعب، ابتدينا من ملاعب سويسرا لملاعب الدوري الإنجليزي ثم مرة أخرى إلى إيطاليا والدوري الإنجليزي. السجدة بتاعت محمد صلاح ما شاء الله ربنا يزيد فيها ويبارك عشان نجمنا الكبير يثبت نفسه. وكل ده بيعيد بقوة على منتخب مصر، بيعيد بقوة على منتخب مصر، لأن ده واحد من أهم السفرة اللي موجودين عندنا في الدوري الإنجليزي. نكمل بقية الماتشات اللي اتلعبت النهاردة. شوا بوخارست الروماني سقط بخماسية أمام سبورتنج لشبونة في بوخارست في رومانيا ب5 أهداف مقابل هدف. سياسكا موسكو الروسي تفوق على يانج بويز السويسري بهدفين مقابل لا شيء. سلافيا براغ التشيكي تعادل مع أبوال نيكوسيا الكبرسي بدون أهداف. وإف سي كوبنهاجم الدنماركي يتفوق على نادي كارباخ الأذربيجاني 2-1، والنادي كارباخ بنتيجة اللقاءين يتأهل لأول مرة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الشامبيونز ليج، لقاء تاريخي بالنسبة له. أذربيجان من الدول اللي منفصلة كانت من الاتحاد السوفيتي وأعلن استقلالها في التسعينات، وابتدت تتطور في كرة القدم حتى استخدموا ريفالدو في بعض الأوقات، ابتدوا يشاركوا بشكل كبير، ولكن كان دايما بيخرجوا من التصفيات المؤهلة. ولكن لما تفوقوا على نادي دنماركي بهذا الاسم اف سي كوبنهاجن، ما هوش اسم واو في كرة القدم، لكن انت دايما ان انت تشوف اسم كوبنهاجن في دوري الابطال في دوري المجموعات، لما ياخد مكانه فرقة من اذربيجان ده لقاء تاريخي وحتى افراح تاريخية في اذربيجان
لتأهل نادي كارباخ إلى تشامبيونز ليج واللعب في دوري المجموعات بقى مع الكبار. هيبتدي يلعب بقى مع برشلونة ومانشستر سيتي وأيضا ليفربول اللي تأهل ومانشستر يونايتد النجوم ريال مدريد العتاولة بقى وبايرن ميونخ في الأكيد. دي حاجة كانت مهمة جدا وده كان آخر خبر معانا لتصفيات المؤهله للتشامبيونز ليج. على نفس الصعيد ولكن في انجلترا وفي كاس الرابطه المحترفين الانجليزي رمضان صبحي يقود فريق ستوك سيتي على الفوز عريض على فريق اسمه روتشل باربع اهداف مقابل شيء. رمضان سجل هدف جميل جدا 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 كرة انفراد من نص الملعب وكان في ناحية اليمين مش ناحية الشمال اللي هو متعود عليها. رقص الحارس وحطها بشكل مميز جدا بيبين قد ايه هو واثق من نفسه، بيبين قد ايه في هذا الهدف ان هو ما بيستمعش للانتقادات انت ما بتلعبش ليه وامتى هتلعب. الراجل مركز بشكل كبير قوي وادي بيحضن بيتر كراوتش طبعا نجم الكرة الانجليزية واحد من اطول اللعيبة اللي هتشوفهم في حياتك. كان جو ألان تقدم لستوك سيتي في الدقيقة 16 قبل ما يحط بيتر كراوتش الهدف الثاني في الدقيقة 29 ثم أحرز ألان الهدف الثاني له والثالث لفريقه قبل أن يحرز رمضان صبحي الرباعية. ودي الحتة اللقطة اللي رقص فيها حارس المرمى قبل ما يضع الهدف في الدقيقة 80 عشان يبقى الفوز بأربع أهداف ويتأهل فريق الفرعون المصري رمضان صبحي ستوك سيتي للدور الأول من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للدور اللي بعده. نروح لواحد انا اتكلمت عليه كتير هو وين روني. وين روني من اللعيبه من الظواهر في الكره الانجليزيه اللي النهارده اعلن اعتزاله الدولي بعد مسيره حافله مع المنتخب الانجليزي واصبح بعد 119 مباراه الهداف التاريخي برصيد 53 هدف. بصراحه وين روني من اللعيبه اللي لما تشوفهم ما تحسش ان ده لعيب انجليزي، تحس ان هو لعيب انجليزي ابيض البشره لان وين روني اولا بدنيا عالي جدا وثانيا حريف جدا وده ما بيتوفروش في الكره الانجليزيه في تاريخها من ايام بقى بوب تشارلتون وستير ستانلي ماسيس ومرورا بقى ببول جاسكوين في التسعينات وتروح لي بقى لمايكل اوين. لا ما وين روني حاجه ثانيه مع كامل الاحترام لكل الناس ديت وين روني حاجه تانية. وين روني بيسجل في الفاينل تشامبيونز ليج حتى وفرقته بتخسر دائما بيسجل لفرقه انجلترا على الرغم من المنتخب الانجليزي اخره بيوصل لدور الاربعه في بطوله اليورو. ولكن وين روني واحد من اللعيبه من اول ما تشوفه وهو عنده 16 سنه لما سجل في مرمى الارسنال لا ده فرود جديد ده فرود حكايه. يعود مرة تانية لإيفرتون ويسجل أول أسبوع ويسجل تاني أسبوع ويستمر في مسلسل الأرقام القياسية يصل ل 200 هدف في الدوري الإنجليزي بعد مين؟ بعد ألان شيرر. إذا هو الهداف التاريخي في الأصل لفريق مانشستر يونايتد حتى عدى السير بوبي تشارلتون. تاني هدافي التاريخيين لبطولة الدوري الإنجليزي عقب اللاعب ألان شيرر وهو الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا ب 53 هدف. وادي فيديو بيبين لك مدى حرفنة وموهبة وين روني اللي خسر الكتير منتخب إنجلترا بإعلان هذا اللاعب الفاز اعتزاله. ده كان آخر خبر معانا النهارده وهو الحوار عن هذا اللاعب الفاز وين روني يعني نموذج من اللعيبة الإنجليز اللي دائم التضحيه لمنتخب بلاده عكس باقي فريق منتخب انجلترا اللي دايما بينتقد ان هم بيلعبوا لانديتهم اكثر ما بيلعبوا للمنتخبات. اخر خبر معايا النهارده حتى القاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.